قطع قلب القطع شفيني القمر
قطع قلبي القطع شفت للقمر يا ابو فاضل قوم لينهك ايه هاي زوارك ايه جينا نرشد كربلاء عليها نعت يقول هاي رجال ويطول من حرم زين بيش مطلوبة من امك حرم زين بيش مطلوبة من امك وفجتنا حسين ومسر وحالنا رجل موت بينا وبينها حالنا رجل موت بينا يا الله يا ابو فاضل قوم لينا يا ابو فاضل هاي سواك رجينا يا ابو فاضل قوم لينا هاي اسمع هاي سواك رجينا جينا بتصيح اخضرني وين طاح يا اهل الرحم دلوني زينب تصيح اخذوني ابو فاضل يا اهل الرحم دلوني وين طاح زينب تصيح اخذوني يا اهل الرحم دلوني وين طاح العباس جنبت يصيح اخذوني وين طاح العباس من حرمه اذا كان الاخو يمهل انت من عباس في الياس ودار مدارات من حرمه خدام العباس على المنبر توجه فدوا روح له
توجهوا على المنبر خذوا أروحكم. توجهوا على المنبر فدوا روحكم على المنبر توجهوا يا حسين يا حسين عافية عافية خدام ابو فاضل على المنبر توجهوا فدوا على المنبر توجه خدام ابو فاضل شوي استعجل فدوا روحك على المنبر على المنبر توجهوا جزاكم الله الف خير ما قصرتوا جزاكم الله الف خير خدام ابو فاضل على المنبر توجهوا فدوا روحكم توجه على المنبر توجه على المنبر فدوا روحك أريد منك شيء قبل ما نبدأ بالعزاء عندك مجال بعد ذاك صح طارد الدنيا على حب قمر العشيرة الدنيا على حب قمر العشيرة خلي إيدك على قدامك قدامك خلي إيدك على مدنك أو أرجع حتى تنطق براحتك شوف العزاء مرتاح ختام خدمتكم اليوم أرجع مالك أرجع أنت أبل استأذن من الزاير ساعة نبل عندك ساعة صاروا 12 يوم يخدمونكم بالمنابر ساعد يبعدكم يخدمون بارك الله بكم مد ايدك على امامك مد ايدك مد ايدك شيل ايدك مثل شوف ابو فاضل مع شلون اقول لك حطها على الطول اللي قدامك ورجع اللي هو مهجور الشاطر اللي بصفك ما تاخذ مجال صحن مفتوح وراك عندك عزاء بارك الله بكم والفراق منتصرة مرفوعة الرأس حيث نشرت
الفتح العظيم الذي قام به أخي الحسين في كربلاء حينما قالوا لها ما رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا شهيدا. واليوم هذا العلم اللي قالت سينصب لأخي الحسين في كربلاء علم، هذا العلم موجود حاليا. قالت لا يسعى سعيك وكد كيدك، وما شاء الله لا زاير عطش لا زاير تعب لا زاير جاع أبد، كلها من بركات الحسين، وهذا بركات زينب اللي وصلت لنا هاي الخير والبركة والدين والإيمان. إن شاء الله انخط الراية بيد رايك مولانا صاحب العصر وال زيدي، استقبلوه متوجا بالصلاة على محمد وآل محمد.